وهلا خلونا نشوف كيف كان موعد عماد ونوال. هاي شو هالجمال هذا؟ حضر لك شيء حلو؟ شيء كتير حلو ولا شوي؟ شوفكوا للحظة بستني افتح للباب. كان كتير مبين مهضوم وحلو. واو حلو. ايه ثانك يو. وصلنا على محل واو، هيدا اروع محل بشوفه بحياتي. ليك القمر شو حلو فوقك؟ والقمر فوقك كمان. ثانك يو. قد ايه ببين جريئة بس استحيت كثير معه. صدق شغلة كنت فكرتك كثير لئيم، كنت عم تطلع هيك وضلك تجاوب بكل البنات. بس ضحكتي ما قدرت مقطع. والله انا محظوظ. ما في شيء، تلقيتك اكيد محظوظ. جبت لك كتوز منك. واو كثير حبيتها. حتحبيها اكثر علي. حبيت كيف باسني هو عم بلبسني العقد. نوال مدللة وهذا الشيء كان كثير حلو فيها ومحللة شخصيتها كثير. واو كثير حلو بعقد. في حدا عم يتمشى فوق شيء كثير؟ لا مضويين عيونها من الفرحة، فهذا الشيء كان بسطنا. حسيت حالي برنسس معه، كأنه هيك وحدة عم تعيش النهار كله لإلها. أكيد بعيد الديت معه 10 مرات مش مرة.